أصلت أن أقدم تهنئة لأبرهام جدا، لأن قلت دي بداية وبشائر الخير تولي في 2018، وروح النجاح والإنجاز، خد بالك روح النجاح تسري بتدوم التفوق. وبالمناسبة لا يمكن لأحد أن ينجح وحده ولا أن ينجح على أرض مطهلة، وإنما هي بيكون هناك مقومات نجاح وروح نجاح إذا تمت في مجال من المجالات، قضايا اللي هي الأنفاق في منطقة قناة السويس بما يعد ربوة جديدة نحو سيناء. وأنا أذكر أن أنا كتبت مرة مقال وقلت إن أفضل وسيلة لعمارة سيناء هي عمارتها بالبشر أولا، الذين عمارة بشرية وبنية بشرية. لا شك أن الأنفاق والمدن الجديدة ستساعد على العبور إلى سيناء عبورا اقتصاديا وتنمويا حقيقيا.